السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا، وين بعد تأهل رامي بن سبعيني رفقة دورتموند إلى الدور الثمن النهائي من دور أبطال أوروبا بالأداء الخرافي والأرقام المميزة في فوز دورتموند ضد ميلون. يعني كانت نقولوا بلي ان شاء الله بربي خاطر على كاع راهم بسبعيني ان شاء الله بربي يعني ما يصرى له والو برك. قولوا ما شاء الله، قراو سورة الفلق، اقراو سورة الفلق، سورة الاخلاص، اقراوها ما اقراوها الاولى بسورة ام القران يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يا سورة الفاتحة اقراوها هذه ومن بعد اقراو قدام هذا وبزاف على بالك آية النوري والويتول وكراو للداخل يمشوي عليكم وين تبغوا تقولوا مين تبغوا تبداو تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم ونجي ديريكت هاد ديريكت أو نوريكم كيفاش ديروا. ويقدم الدولي الجزائري رامي بن سبعيني أداء خرافي وسجل أرقام مميزة أسهم بها في فوز فريقه بروسيا دورتموند بنتيجة 3-0 ضد ميلون الإيطالي في الجولة الخامسة من الدور أبطال أوروبا. وبهذه النتيجة وانحسم نادي الألماني تأهله إلى الدور 16 من الدور أبطال لهذا الموسم 2023-2024 من المجموعة الموت، والتي تضم أيضا باريس سان جيرمان ونيوكاسل الإنجليزي إلى جانب ميلون بروسيا دورتموند. مجموعة هذه على بالك لي يفوت بالك أنا تبالي بلي لي يفوت يدي تشامبيونز ليغ، بالك لي يفوت يدي تشامبيونز ليغ في هذه المجموعة، المهم يوصل ديمي فينال فينال. ولعب النجم الجزائري كل أطوال المباراة مباراة بروسيا دورتموند وميلون 90 دقيقة وظهر خلالها بمستوى رائع في الجهة اليسرى من الدفاع على يعني خلاف ما هو عليه الحال مع المنتخب الوطني، حيث يعتمد عليه هذا المشرف في مركز قلب الدفاع. وحسب نص يعني بالمتخصصة في إحصائيات وتقييم المستوى اللاعبين في المباراة، فقد نال بن سبعيني علامة 7.8 من 10 ليكون ثالث أفضل لاعب في المباراة بعد زميله المدافع ماتيس ب 7.47 من 10، والحارس يعني كوبل 7.17 من 10. ووفق لحسابات يعني سوفا سكور على منصة الإكس تويتر سابقا، قام بن سبعيني خلال مباراة ميلون وبروسيا دورتموند بسبع تدخلات ناجحة، وهو ثالث أعلى رقم لعاب خلال مباراة واحدة في الدور أبطال أوروبا هذا الموسم. وأوضحت مصادر ذاتها أن الدولي الجزائري خريج مدرسة شباب قسنطينة، خاطر كاين بزاف يقول لك باللي تاع بارادو، لا مش تاع بارادو، هو وين بن سبعيني وين فات على بارادو وثائق برك، وداوه لا سويس خاطر على بارادو كانت تخدم مع وكالة، كان هو سويسري صديق زاتشي كان يدي له فماك، ومن بعد زاتشي طور روحو ودار ولده عنده وكالة في لا سويس. قبل لا ولدو يدير وكالة في لاسويس وين جابوه داروا الوثائق وداوه، علاه تطور على راح مولا 13 عام لاوروبا، هذاك هما راح مولا 13 عام اوروبا بانك تي باغي فما كيدور وليبليسي خير ربي هذه هي. واوضعت مصادر ذاتها ان الدولي الجزائري خريج مدرسة شباب قسنطينة يعتبر صاحب السبع يعني السابع اعلى معدل تدخلات ناجحة في نسخة الواحدة من بطولة الأولى لقارة العجوز هذا الموسم بواقع 3.5. بن سبعيني يطمئن قبل كأس أمم إفريقيا، وجاءت هذه الأرقام بمثابة رسالة اطمئنان من بن سبعيني يعني قبل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في الكوت ديفوار في الفترة ما بين 13 جانفي و 11 فيفري. يعني تدخل يعني ونقولوا باللي وين تدخل ممتاز من رامي بن سبعيني خلال مواجهه بروسيا وميلو، ويعتبر بن سبعيني واحد من اللاعبين الاساسيين
في المنتخب الجزائري ومران عليه في كأس أمم إفريقيا من أجل المنافسة على اللعب على لقب البطولة وتكرر إنجاز محقق في يعني في 1990 و 2019 ومنذ أول استدعاء له في 7 جونفي 2017 تحت قيادة المدرب جورج ليكاس. في ذلك الوقت خاض اللاعب السابق لنادي ران الفرنسي 58 مباراة إلى حد الآن مع المنتخب الجزائري في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة وفق بيانات الموقع ترانسفير ماركت العالمية. يعني شوف واحد صاحب بالسبعين يضربك في المنتخب الوطني في الدفاع راه مليح بزاف، راه مليح بزاف، خاطش علاه شاهدنا وين تراجع بعد تراجع الأداء تاع ماندي، يعني ماندي نقولوا بلي تراجع الأداء تاعو، تراجع يعني بعدم يعني ناسق المباريات، نقولوا تراجع الأداء تاعو، لأن ماندي وين من نهار اللي راح بيا ريال يعني من وين ما مشاتش معاه، ما مشاتش معاه بعد البداية السيئة وين ضيع في كأس تاع السوبر، يعني وين ضيع بيناتي مداتها تاع انجليز، زيد مع الريال، مع الريال لا مع السوبر، مع واحدة من انجليز، زيد دوك دو ماتش في البداية تاع دو ماتش ماركا روحو، واحدة ماركا روحو، واحدة عطاهم راح ماركا، زيد في بعض المباريات حنا نتفرجوا ولا نتفرج يعني وين ولا يدير غلطات فادحة. لكن اليوم مع بن سبعيني وان شاء الله بربي يكون معاه الماندي بالك يعاود يولي خاطر الاصابه تاعو ويعاود يولي يزيد فانيك ولا زين الدين بالعيد، زين الدين بالعيد كاين طوبة كاين يعني نشوفو من القدام، منا مازال شهر كيما هكا مازال شهر، هذه هي باش نكونوا واجدين ان شاء الله بربي. واستطاع بن سبعيني في وقت وجيز كسب يعني مقعد أساسي في تشكيلة النادي الألماني، حيث لعب حتى الآن 16 مباراة في جميع المسابقات بمجموع 1124 دقيقة لعب، وقدم تمريرة حاسمة واحدة دون أن يسجل أي هدف. ملخص مباراة بروسيا دورتموند وميلون يعني وانتهى بثلاثة لهدف يعني الجولة 5 دور أبطال أوروبا. يا نتمنى ان شاء الله بربي ما نعرف على الله، هذه كلش على الله. ماشي سهل اخويا، قالت له قادر يلعب معاهم، شو بي ليبيا واه ليبيا دوموندات قادر يلعب معاهم، علاش لا قادر يلعب معاهم. قادر علاش لا قادر نلعبو معاهم، علاه عيب مخرج عيب كاش عيب، شو بي ليبيين راهم مرضى حنا نلعبو معاهم، هم يعني هم مرضى ونورمال. انت لعبت مع جيبوتي، لعبت منا وليبيين، ليبيين انت يا الكاميرون قصاتك في بلادك قصاتك، وليبيا داروا مع ماتش نيل، لا لا كاش لا راكم غالطين، لا نلعبوا معهم نورمال، نوجدوا روحنا نصنعوا الخطه تاعنا، نصنعوا بزاف صوالح، هذه هي بزاف صوالح، هذه يا خويا. انهزت هذا والله العظيم، راحت على الله كلش على ربي ان شاء الله، هذه هي.
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله. صحيح.